في كل يوم يجتمع الأخوان بهدف كسب الرزق في هذه الورشة المتواضعة في تشاليح العمران بالأحساء للسيارات التالفة. الأخوان في منهم المتفرغ للميكانيكا، ومنهم من يدرس ويساعد إخوانه بعد الانتهاء من الدراسة، مثل بطلنا الصغير عابد اللي يعمل بكل اجتهاد علشان يتعلم المهنة ويكسب الصنعة بيده. نعم، ميكانيكا، وأحب الميكانيكا زي إخواني، وأبوي دائما يشجعنا نجي الورشة ونشتغل في الميكانيكا. مهم أنا حتى الدراسة ندرس الصبح ونجي العصر هنا نشتغل معهم نساعدهم. وإحنا نعلم إخواننا الصغار ولا نهمل دراستهم، طبعاً دراسة أهم من أي حاجة، لكن وقت الفراغ خليه يجي يتعلم هذا وإيش هذا ليش هذا، وبرضه يتعلم معاملته مع الناس، ياخذ ويعطي ويتعلم ويبيع ويشتري ويستفيد. دي الشغلة برضه لها دور كبير، وأنا أنصح كل الشباب والله، يعني كثير شباب سعوديين يجي أقول له تعال اشتغل، ما عندك شيء تعال، بدل وقت الفراغ يروح هنا وهناك. والله هذه الشغلة أفضل من ألف ديوانية وألف جلسة اللي ما لها معنى. الإخوان استطاعوا أن يكسبوا احترام الكثير من الزباين اللي تعاملوا معاهم من حيث المصداقية والمهنية، وصار البعض منهم يجي من مسافات بعيدة عشان يعمل الصيانة الضرورية لسيارته. وصراحة شيء يبيض الوجه، يعني شباب سعوديين وإخوان مجتمعين على قلب واحد في مهنة طيبة كسب حلال إن شاء الله، وشيء يرفع الراس انهم جابلين حلالهم متابعين عملهم، وهذا الشيء تفتخر فيه لما تشوف شباب سعوديين يرفض انه يجلس في البيت او يتكل على غيره، ولكن يبحث عن رزقه بتعب بجهد. طبعا لكل مجتهد نصيب، ولكل عمل قصة نجاح وكفاح، ولكل نجاح اسبابه. ومن أسباب نجاح الإخوان هو الأب اللي كان لهم السند بعد الله في تذليل الصعاب ودعمهم ودعم كل شاب يحب يكسب الصنعة بيده. الحين الحمد لله العيال كسبوا والمهنة وكلهم تكاتف ويد واحدة، وكل عيالي معي يعني في نفس المهنة ونفس العمل، وأنا صراحة أشجع على أي واحد من الشباب، يعني حتى لو كان جامعي ولو كان موظف ولو كان كذا، يعني ما هو عيب اني ارجع واشتغل. انا عندي موظفين سعوديين يعني شقالين ويشتغلوا في مجال ثاني ويدرسوا في محل ثاني ويجوا العصاري يشتغلوا، فالعمل مو عيب طبعا في اي مجال كان، لكن بالاخص هذه طبعا بالنسبه لشغله الميكانيكا هذه عام ما حد يقدر يستغني عنها في اي زمان وفي اي مكان. فهذه طبعا اللي يقولوا المهنه في اليد امانه من الفقر. اذا كان الواحد عنده مهنه بالأخص مهنة السيارات، يعني هذه مهنة ما تنقطع، ما في أمل طبعاً اللي هو تنتهي هذه المهنة. عندما تجتمع الرغبة في البذل والعطاء ويكون هناك من يحفز ويدعم ليقدم النموذج الرائع لمجتمعنا ولكل شبابنا بأن يتقدم ويبذل المزيد من العطاء، فلا بد أن يكون مصيره النجاح. لبرنامج صباح السعودية، حسين السلطان، الأحساء.